بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى إنجاز التمرين 18 من الصفحة 62 من كتاب السنة الثانية من تعليم المتوسط، وذلك في ميدان الظواهر الميكانيكية. ولكن سننجز هذا التمرين في شكل وضعية جزئية تعلمية، أي من خلال إنجازه سنستخرج بعض المبادئ وبعض المفاهيم المتعلقة بالحركة والسكون. إذن نص هذه الوضعية لقطات من حركة المرور تبين الصورة المقابلة على اليمين. ثلاث لقطات من حركة مرور أخذت بالتصوير المتعاقب، يعني المتتابع. أولا، ما هي الحالة الحركية للحافلة بالنسبة لكل من الشجرة والسيارة؟ ثم نفس السؤال، ما هي الحالة الحركية للسيارة بالنسبة لكل من الشجرة والحافلة؟ ثم كذلك الحالة الحركية لسائق الحافلة بالنسبة للأجسام الثلاثة، بالنسبة للشجرة وبالنسبة للحافلة وبالنسبة للسيارة. إذن فللإجابة على هذا السؤال لتحديد حالة الحافلة، الحالة الحركية للحافلة بالنسبة لكل من الشجرة والسيارة، علينا أن نقارن ما يلي. ما هو موضع الحافلة في كل مرة من الشجرة على سبيل المثال؟ نلاحظ أن الحافلة في اللقطة الأولى كانت على بعد ما من الشجرة، وليكن هذا البعد X أو D أو أي رمز نعطيه له. ثم في اللقطة الثانية تغير هذا البعد بين الشجرة والحافلة، أو لنقل تغير موضع الحافلة بالنسبة إلى الشجرة. في اللقطة الثالثة الأمر كذلك يختلف عن سابقه، أي أن موضع الحافلة تغير بالنسبة للشجرة. إذن فماذا يكون الجواب هنا يا ترى؟ نقول أن الحافلة متحركة بالنسبة للشجرة. يعني لماذا أخذنا هذا القرار أو حكمنا على الحافلة بأنها متحركة؟ الجواب بسيط، من خلال المناقشة التي سبقت قلنا لاحظنا بأن الحافلة غيرت موضعها بالنسبة للشجرة. ثم نفس السؤال نطرحه عن الحافلة بالنسبة إلى السيارة. هنا كذلك نلاحظ في اللقطة الأولى أن الحافلة كانت متواجدة قبل أو أمام السيارة، في اللقطة الثانية صارت بجوارها، في اللقطة الثالثة تجاوزتها. إذن فكيف نعبر عن ذلك؟ نقول أن الحافلة في اللقطات الثلاث أو خلال هذا المجال الزمني غيرت موضعها بالنسبة إلى السيارة. إذن فالحكم هو نفس الحكم بالنسبة للشجرة، أي نقول أن الحافلة متحركة بالنسبة للسيارة. قلنا لماذا حكمنا بهذا الحكم على الحافلة بالنسبة للشجرة وبالنسبة للسيارة؟ لأنها غيرت موضعها بالنسبة لكل منهما. إذن فالذي جعلنا نقول أن الحافلة متحركة بالنسبة للشجرة هو أنها كانت تغير موضعها بالنسبة إليها بمرور الزمن. ونفس الشيء بالنسبة إلى السيارة، فأن الحافلة غيرت موضعها بالنسبة للسيارة بمرور الزمن، فنقول أن الحافلة متحركة بالنسبة إلى السيارة. الآن نأخذ السيارة، ما هي حالتها الحركية بالنسبة للشجرة؟ وما هي حالتها الحركية بالنسبة إلى الحافلة؟ إذن
نبدأ مع مقارنة السيارة بالشجر. نلاحظ في اللقطة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة أن السيارة لم تغير موضعها بالنسبة إلى الشجرة. فماذا نقول عنها؟ فهنا الحكم سيكون عكس السابق، نقول أن السيارة ساكنة بالنسبة للشجرة. السيارة ساكنة بالنسبة للشجرة، لماذا يا ترى؟ لأنها خلال هذه المدة الزمنية أو خلال هذه اللقطات الثلاث لم تغير موضعها بالنسبة إلى الشجرة. الآن يا ترى وما الحال بالنسبة إلى الحافلة؟ يعني كيف هي السيارة بالنسبة إلى الحافلة؟ إذن قلنا في الحكم الذي أخذناه السيارة لا تغير موضعها بالنسبة للشجرة، الذي حكمنا عليها بأنها ساكنة بالنسبة لها. الآن نفس السؤال بالنسبة إلى الحافلة، ماذا نقول عن السيارة بالنسبة للحافلة؟ هنا نلاحظ في اللقطة الأولى أن السيارة توجد أمام الحافلة، وفي اللقطة الثانية صارت بالجوار، وفي اللقطة الثالثة صارت خلفها. بعبارة أخرى، لو لم تكن الشجرة ظاهرة في هذه اللقطات الثلاث، هل كنا نعرف من الذي يتقدم إن كانت الحافلة أم السيارة؟ أكيد لا نستطيع أن نعرف، لأنه لا يوجد لنا دليل عن من الذي يتقدم، ربما الاثنان يتقدمان. إذن ولهذا ماذا سنقول عن السيارة بالنسبة للحافلة؟ الذي يهمنا أن السيارة بالنسبة للحافلة في اللقطات الثلاث غيرت موضعها بالنسبة لها. بما أنها غيرت موضعها بالنسبة لها فسيكون الحكم مختلف، فنقول عن السيارة أنها متحركة بالنسبة للحافلة. انظر، السيارة متحركة بالنسبة للحافلة ولكن السيارة ساكنة بالنسبة للشجرة. إذن فينبغي أن نركز على هذه النقطة ونفهمها جيدا. الآن ننتقل إلى سائق الحافلة، ما هي حالته بالنسبة للسيارة؟ أو لنبدأ، ما هي حالته بالنسبة للشجرة، ثم ما هي حالته بالنسبة للسيارة، ثم ما هي حالته بالنسبة لحافلته. إذن فبما أن السائق موجود في الحافلة فهو جزء منها، فالحكم الذي حكمنا به على الحافلة بالنسبة إلى الشجرة ينطبق على السائق. يعني إذا قلنا في اللقطات الثلاثة يبدو لنا أن الحافلة متحركة بالنسبة للشجرة، فمعناه السائق متحرك بالنسبة للشجرة. حكمنا على أن الحافلة متحركة بالنسبة للسيارة، فالسائق جزء من الحافلة فهو متحرك بالنسبة للسيارة في هذه اللقطات وفي هذا المجال الزمن. الآن لاحظ، نقارن السائق بحافلته. أين يتواجد السائق في اللقطة الأولى؟ يتواجد في مقدمة الحافلة في زاوية معينة من الحافلة. بمرور الزمن وصلنا إلى اللقطة الثانية، هل غير السائق موضعه بالنسبة لحافلته؟ أكيد الجواب لا، أنه في نفس المكان في نفس الزاوية، لم يغير موضعه بالنسبة لحافلته. في اللقطة الثالثة، هل السائق غير موضعه بالنسبة لحافلته؟ لم يغير موضعه بالنسبة لحافلته. إذن فماذا يكون الحكم؟ نقول أن السائق لم يغير موضعه بالنسبة لحافلته، إذن فهو ساكن بالنسبة لها. إذن ها هي النتائج أمامنا. النتيجة الأولى، سائق الحافلة متحرك بالنسبة للشجرة، سائق الحافلة متحرك بالنسبة إلى السيارة، ولكن سائق الحافلة ساكن بالنسبة لحافلته. إذن فما هي خلاصة هذه الوضعية؟ يعني ما هي المبادئ والأفكار التي خلصنا إليها؟ إذن فالسؤال الأول الذي نطرحه، هذه الوضعية الجزئية أو هذا التمرين إنجازه متعلق بماذا؟ بأي مفهوم؟ إذن فهو متعلق بمفهوم الحركة والسكون. الآن متى أو بماذا تتعلق الحركة والسكون؟ النتيجة الأولى، يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لجسم آخر. إذن فحينما
نتكلم عن الحركة أو السكون فنحن نتكلم عن جسم ومدى تغير مواضعه بالنسبة لجسم آخر بمرور الزمن. فحينما يغير الجسم موضعه بالنسبة لهذا الجسم الآخر خلال مدة زمنية، هنا نقول عنه أنه تحرك خلال هذا الزمن بالنسبة لذلك الجسم. إذن فالنتيجة الثالثة إن الحالة الحركية أي الحركة أو السكون لجسم فهي مرتبطة بتحديد المرجع المختار، بحيث لا يمكننا أن نقر أو نحكم على جسم بأنه متحرك أو ساكن إلا إذا قارناه أو قارنا مواضعه بالنسبة لموضع جسم آخر كما رأينا في المثال. هذا الجسم الآخر الذي اخترناه يسمى مرجعاً، أي نرجع إليه، أي نقارن بالنسبة له. ومنه في الآخر نخلص إلى أن لكي ندرس الحالة الحركية لجسم ما يجب علينا أن نحدد المرجع مسبقاً. فإذا لم نحدد مرجعاً مسبقاً لا نستطيع أن نعرف إن كان الجسم متحركاً أو ساكناً. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.